والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالسائل ملايين في مشروع بغداد. مشروع بغداد مشروع طويل. هني بداشين نحن في نهاية الخريطة على فكرة، يعني كبر مشروع بغداد، من دخلنا في نهاية الخريطة سبت بس بغداد. شوفوا هاي ما شاء الله وش كبرها مقارنة بباقي المدن، هاي أضخم مدينة عندنا. المهم اليوم شو نبي نسوي؟ اليوم نبي نسوي نحن فاسيلتي جديد ولا مبنى جديد، وهذا المبنى راح يكون عبارة عن اللي تقلنا عنه اللي هو النووي. تذكرون النووي؟ قلنا بنسوي النووي، مش النووي يعني محطة الأخ صواريخ يعني. قعدت محتار والله وين أحطيه وين ما أحطيه، كنت بحطيه هني في البداية ذيك اليوم وغيرت رأيي، والحين أفكر أحطيه هني. تبون الصدق ما أحطيه داخل وسط المدينة، أنا هاي منصة تطلع صواريخ بس بتجيب لنا سياح. نفس ناسا يعني، ناسا شو فكرتها؟ فكرة ناسا إن الناس تجيب سياح حق أمريكا صح؟ أظني ما أعرف يعني، مطلعين منها من الأفلام أكثر من الاستكشافات الفضائية. الحاصل بيحتاج ناسا ولا ناسا في خصوصا ناسا منصة إطلاق صواريخ، بتحتاج أهم شيء هو شيء المدخل. تحتاج مدخل، المدخل هذا طبعا ما راح تعرف انتو سالفة المدخل عندنا خلاص حق السوالف السكيورت خلاص استوى عندنا نحن. شو استوى عندنا جيت نحن ونسى سوالف نسوي ما نسوي، استوى عندنا جيت استوعنا الحين. هو جيت صاير قاموا يضيعون وين الجيت مالي الاولي، قام يطلع لي مال الحديقه كلها. انا هذا الجيت، الجيت المفضل مالي. يبالي صدقون ادور على جيت ثاني، الحين احس يبالي ادور جيت ثاني ما اعرف ليش، بس احس ان تاي الوضع جيت ثاني. سيتي ارك ما هذا عجيب والله، هذا حلو مدخل building already exist. اها افا ليش هذا لا يعتبر اسمه، هذا معناه هذا لازم ندخل الى هذا الاتجاه. ليش هذا الاتجاه؟ لانه مدخل مدينة، يعتبر مدخل المدينة. أبغى أغير مكانه من حطي أي وقت هني عادي. شاف جميل هذا زين عادي. كهرباء تبغى كهرباء بسيطة، ها ننتقل كهرباء. تقول لي تبغى ماي بعد بعد خاطر أعرف إيش تبغى ماي بعد. بس منو بيزور هذا سؤال حتى مو بسيدة والله. المهم نرجع محطة النووي مالنا. وين حطينا الشارع؟ ما حطينا شارع صح؟ ندور بوابة وحطيت سيتي ارك. انزين بنحط بوابة شوية عودة، يعني مش انها عودة عودة يعني، لكن بوابة تنزينة. بوابة رقم واحد، بوابة رقم اثنين. بوابة رقم واحد، بوابة رقم اثنين. المشكلة الوحيدة في البوابة هاي واجهنا شو؟ انهم نسوي البوابة مع مدخلين، احس انه مش افضل اختيار في العالم ولا لا؟ لا لا زين زين مشروع الصراحة. الزحمة تتوزع على التفتيش، ممكن على التفتيش اربع سيارات. هذا بعد هني على التفتيش زين. واه هي هذه بوابة، هي هذه بوابة، بوابة ضخمة بعد، بوابة ضخمة ضخمة. لو نحط نحن حساب فنس زين، ونجيب لنا زو فنس اللي هو جدار صح؟ ايوه جدار
خلينا نشوف انواع الفنسل اللي عندنا، لان هاي من النواحي الايجابيه مالهم سهل نحطيهم مش نفس هاي، بس بعد ما يفرق وايد يعني. ترى رومي سوي كوبي بيست دام مو بالتولز عندي. خلي تشوف اختار وياكم هذا الفنس اولد جاردن فنس زين، وعندنا هايل اشك في صلاحيتهم انا. مترو فنس ما بنحطي مترو فنس هني، لا مو بنحطي. هاي انواع الفنس اللي عندي انا، يبالي ادارة صدق حق هذا المشروع الاول. حصل الاول عندي شكله احسن فنس ممكن نسويه حق المشروع هذا، منو هذا الزوفنس. زين خلنا نكمل مشروعنا، حصلنا زوفنس قررنا. لا تنسونا ذكروني عقب، تقولوا ما قلت لكم، تقولوا ما قلت لكم. بنحطي هني فريج اوكي سيدة، هني سيدة، هذا الشارع الداخلي، هذا حق مباني إدارية دكاكين تقريبا، بيكون شكله جميل لذيذ يعني، وانتم تحطونه سندويتش تاكلونه. لا خلنا نحط النووي اول شي، خلنا نحط النووي اوكي. على فكره الميزه فيهم مفروض، المشكله لو كان في سياره شرطه والله كان ممتاز، بس ما في سياره شرطه الحين. وين شوفوا ياخذ المساحه كامله، احلى ما في الموضوع كله مساحه، وهني الناس بتسكن عنده طبعا، ما في عندنا نهر بغداد اكيد يعني. زين نسوي شارع حوله كامل، شوف الشارع هذا حق نقصه جايس almost same شو altitude نرفع شوي على مستوى منو وين شي water problem، ليش عندنا water problem هنا؟ يمكن ما في مش واصل لهم. زين كهرباء عادلة بي نقدر نحط الحين لانه باصرة كهرباء، شو مرة بسيطة ها كهرباء أبسط الأمور، بس وصلت لك كهرباء. عايزين بدون نيون السياحة على طول دايركت. روكت لانش، روكت كونستراكشن، باست لانش، هذا فيه منيو، هذا شيء خطير، هذا شيء خطير خطير جدا. بس متى اقدر اطلق الصاروخ؟ هني سؤال. فيزيتر زبالة سياح، ايوة موضوع موضوع سياحة، سياحة وعمل وجمال. انزين اما انزين هذا المكان معناه يباله شو ريش ثاني، ريش ثاني مهني ما ينفع، بخرب الموضوع كله، السكيورتي كله بيولي. معناه بنحط هني داخل عندهم في حضنهم قدامه، مش قدامه لا ورا، حطي هني والله تفرق وايد، تفرق وايد. عيال بنحط هني شارع ارك
عندنا الشارع هني نقايس العدل. على نفس المستوى هنا هاي اللي ساكنين هنا، هاي ساكنين هنا شوي مو بياخذوا راحتهم وايد. الموضوع فيه صواريخ، فيه سياح وايد، سياح، وجود صواريخ معناه وجود حرامية، وجود مجرمين. أنا نحتاج خدمات هني قبل حتى لا نفكر في الموضوع، بس إن أهم شيء التصميم يكون جميل. أحتاج أضيف شيء ثاني؟ والله إني أحتاج أضيف شيء ثاني. تسوي جميل أحسه. هني مو بسيدة ولا تهيالي مو بسيدة، بس I think it's fine. اتوقع انه اوكي يعني عادي. شوف في حالة استجابة ولا ما في؟ ايه يكفي هذا حاليا يعني حق هني يكفي. هني المركز الرئيسي المدينة، اوكي مقبرة، في مقبرة ثانية عندي لحظة صغيرونة. ايه هاي ابكيب مالها بعد كم؟ 16 which is very nice. خلي يكون شكله مبنى طبي يعني، مش شكله يجيب المرض. اوكي هاي الكأمن وأمان هني موجودين. في نفس الوقت هالمكان شوي راقي يعني، شوي نسوي شيء ما سويناه في كم حلقة يعني، نحط حدايق. تعودنا على الدلو وعلى الصواريخ وها، قبل ما نحط حدايق خلاص يعني نبطل أبا حدايق سمبل. نفس هاي بالضبط. ايوه حديقة سمبل تكون، فيري سمبل. هنا كهربائي؟ لا بس برايه مش خبية يعني، يمكن فاضي هني. هني مو مشكلة، هني ما بنبني شيء اصلا، فخلاص برايه خلي الكهرباء هني. وحدة كهرباء موجودة وامور طيبة يعني. اذا هنا نحط جدار حول البقاع الحين، كنا ندور احنا في البداية فنس. هذا الفنس شكله احسن شيء. ما لحد ياخذ الحيوانات. ايوة اعرف، لا تحرضوا مالي. بس ردي كيفايت زين. بعد ممنوع الدخول منها تماما. الى هنا بعد حبه هاي بوا بستور المكان كامل نحاول. وشو الادار؟ والله منطقي الادار ترى، بس مكان نووي اصلا مش مكان مزاح. عسى بيعرفون المكان هذا محوط عدل.
ما يقعدون يستهبلون. زين الحين هنا بنحتاج مجموعة مواصلات، المواصلات تكون سكيورت خلاص. أول مواصلات نعطيها هني، نبغى أمد القطار لين أختار من هني لين هني. نبغى القطار، في عندي ترينز، لحظة، شو الترينز اللي عندي تحت الأرض تكون يا حبيبي. ها تبقى والله حليو، هذا يخرب بيته، ديزاين ودنيا وحركات بيب قطار بنص المدينة. لا هذا يبغى له وايد مواصلات، بسويه حلقة بروحه هذا. بس حلقة بروحه طبعا، معروف المنطقة شو بتكون. دكاكين هني، وباقي المنطقة تماما سكنية. سكنية كاملة هني مسكون. هاي سكنية كاملة، هاي بخليها فاضية، ما اعرف شو البروجكت اللي بحط لها حاليا، بس بخليها فاضية. عندي مشكلة ديماند، ما قام الناس تطلب وظايف، ما اعرف ليش، بشوف السبب بعدين. بس عندنا بمجموعة شغلات، لارج روتس. الحين نبغى الناس بتي هني شو تسوي، نحتاج باركن. والله صدقون هذا بعد مشروع، باركنات مشروع هني. هذا نشوف شكلهم، عملنا الباركنات هني مشروع. افا انا جبت العيد شكلي هني، كان اوكي الوضع، انا خربته بس من هني مش اوكي. ايوه لا، اذا من هناك مش اوكي عادي، امور بسيطة. نيب هذا ازله، نضبط المكان. نضبط المكان آخر تضبيط. مشكلة شو البيوت بيعدلون، طلع المحلات بيعدلون الأرض، بس ولا يكون شكل المنصة نفسها شكلها تعبون. زين الحين نبغى خدمات كيف المنطقة هاي يعني، بس ما عندي مداخل أو مخارج كافية ترى، هاي معاناة، هاي شوي معانا في الموضوع. فهذا شوي يستوي، رايح راد شكل هذا فنان يعني.
لين هنا. ايوه وصل يا كهرباء. يلا شوي على الاقل بعد عدلنا البروسيسنج الكئيب اللي عندنا. قارب بروسيسنج تعبان جدا عندنا المدينة. أغنى يونس سياحة. إي والله يونس سياح. لا هني تعبه بس هني مو في سياح. والله إيه شي عجيب. المهم نحن حطينا الأساس الأولي حق اللي هي منصة إطلاق صواريخ بغداد، فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بنعدل مواصلات بغداد ونشوف شو الحل معها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.